فقر الدم الناتج عن نقص الحديد Iron deficiency anemia تكمن اهميه عنصر الحديد في جسم الانسان في كونه معدنا انتقاليا بامكانه اعطاء واستقبال الكترونات مما يمكن من عمليه التنفس وانتاج الطاقه والان هل تعرف ما هو اسباب فقر الدم الناتج عن نقص الحديد تتراوح كميه الحديد الكليه داخل جسم الرجل أربعة جرام والمرأة ثلاثة ونصف جرام ويتواجد المخزن الأساسي للحديد في كريات الدم الحمراء على شكل هيموغلوبين وهو المسؤول عن نقل الأكسجين لتتم عملية التنفس في حين يتم تخزين باقي كمية الحديد في الكبد الطحال ونخاع العظم والتي تشكل مخزنا للحديد عند الحاجة مثل بعد فقدان الدم او لانتاج كريات دم جديده اما في حاله عدم وجود كميه كافيه من الحديد فلا يستطيع الجسم ان ينتج ما يكفي من ماده خلايا الدم الحمراء التي تمكنها من نقل الاكسجين مما يؤدي الى حدوث فقر الدم وربما ان يحدث انخفاض لكميه الحديد بالجسم لاسباب اخرى مثل خساره دم اثناء الحيض بالنسبه للنساء اما وسط الرجال البالغين والنساء بعد سن انقطاع الطمث فالسبب الاساسي لنقص الحديد هو فقدان الدم من مسالك الهضم وبالنسبه لاعراض فقر الدم الناتج عن نقص الحديد ففي البدايه يمكن ان يظهر بشكل طفيف جدا بحيث لا يمكن ملاحظته ولكن كلما ازدادت الحاله سوءا تبدا العلامات التاليه في الظهور الضعف والاعياء الشديد شحوب الجلد الم الصدر او خفقان القلب السريع او ضيق النفس صداع دوار او دوخه بروده اليدين والقدمين التهاب او الم في اللسان تقصف الاظافر ضعف الشهيه خصوصا عند الرضع والاطفال الرغبه الشديده في تناول المواد غير الغذائيه مثل الثلج الطلاء او الطين